بطولة هي الأولى من نوعها تعيد أمجاد كرة السلة المصرية من خلال دمج أبطال اللعبة السابقين مع اللاعبين الحاليين لشحذ طاقتهم. ونجحت الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية في استحداث مباريات أساطير السلة لتتيح للأجيال الجديدة فرصة الالتقاء بالأبطال وتناقل خبراتهم في لفتة غير مسبوقة. فعاليات رياضية متنوعة تجدها في مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية، فمباراة أساطير كرة السلة التي أقامتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع الشركة المنظمة تعد الأولى من نوعها التي تطل على شاطئ البحر في مصر. طبعا دي أول فعاليات لنا كباسكت في العالمين، ودي بتبقى حاجة كويسة. الملعب زي ما حضرتك شايف، الأجواء الاتحاد موجود، لعيبة المنتخب موجودة، الناس بتحتفل بشكل كويس جدا. دي حاجة تبقى مشجعة أكتر للعيبة إن هي تيجي تلعب فترة الصيف في العالمين الجديدة. أجواء عالمية، أنا الواحد سافر بطولات كتيرة بره، الجو اللي أنا عايشه النهاردة ده حاجة عالمية، مبسوط جدا جدا في وسط كوكبة من نجوم كرة السلة. يعني بص، زيرو فورماليتيز الصراحة، أنا كحد بلعب باسكت وأنا عندي 5 سنين ما كنتش أحلم إن أنا أشوف مصر ملعب باسكت على البحر، دي كان حاجة كنت بحلم بيها، بتشوفها في الصور بس في أمريكا، بتشوفها بس كده. انا مبسوط جدا من حاجه زي كده، وطبعا لعيبه كبار زي دول بتفرج عليهم، متربي عليهم وانا صغير، بتفرج عليهم في التلفزيون وفي الماتشات في الاستاد وكده. ان انا انزل معاهم الملعب كان والعب معاهم، ده كان بالنسبه لي حاجه كنتش احلم بيها يعني، فانا مبسوط جدا الصراحه. بالنسبه للملعب، انا يمكن يعني من الناس اللي شافوا التطور العالمين بحكم ان انا يعني بيتي هنا، وشفت البروجرس اللي بيحصل كل سنه. مهرجان العالمين السنه دي بنسخته الثانيه، شايف تطور عن السنه اللي فاتت يمكن في حاجات كتير، في الايفنتس الرياضيه والفاستيفلز اللي بتحصل، فشفت التطور اللي بيحصل ده. البروجرس ده بيخليك ان انت فخور ان الحاجات اللي بتحصل دي بتحصل على ارضك وفي بلدك. تجمع الفعالية بين نجوم كرة السلة الكبار أصحاب تاريخ البطولات في الأندية المصرية وشباب الأندية الحالية والمنتخب، مما يعد فرصة لالتقاء الأجيال وتناقل الخبرات وسط أجواء فريدة ومميزة بمهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. مفيش أحسن بصراحة من الأجواء ديت والجو اللي حضرتك شايفه، ملعب الباسكت موجود في البحر حوالين، والأساطير اللي هم الناس قدامى كرة السلة مع الجيل الجديد اللي بيلعب كرة السلة بيتقابلوا، ودي مسج اللي كله يقدر يمارس لعبة كرة السلة في كل الأماكن. الأجواء حلوة جدا زي ما انت شايف، المنظر بحر وهواء وملعب مفتوح، وده مش متوفر كتير في انك تبقى جوه في مدينه العالمين وعلى البحر. دايما احنا قلنا بنقول دايما الكره الشاطئيه، الخماسي الشاطئي، البادل، كل ده منتشر. اول حدث يتعمل على المي على البحر يتعمل ملعب باسكت 3 على 3، ده حدث عالمي بالنسبه لي. طبعا دي مبادره الدوله عاملاها ومشكوره جدا يعني ان هي افتكرت اساطير كره السله اللي هم طبعا في الوقت العصر بتاعهم ما كانوش واخدين حقهم طبعا عشان السوشيال ميديا والكلام ده، بس النهارده طبعا بيوصلوا رساله لكل الناس ان لا، الباسكت موجود زيه زي العاب تانيه، مش عايز اذكر بالاخص لعبه معينه. الباسكت طبعا الحمد لله احنا في طفره كبيره جدا من خلال دعم الوزاره. وتعد فعاليه كره السله واحده من بين بطولات اخريات رياضيه تهدف في الاساس لنبذ العنف تحت شعار لا للتعصب، بالاضافه لفتح افاق جديده ومستقبليه لرياضات شاطئيه في مدينه العالمين الجديده. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.